في البداية نقول لك الحمد لله على سلامتك أستاذنا الكبير الفنان القدير إبراهيم الحربي ومنور الدنيا كلها. الله يسلمك وشكرا على الاستضافة، والله يشافي كل مريض يا رب ان شاء الله. حياك الله، نورنا ابو يوسف اليوم في ليالي الكويت، وراح نتكلم بشكل تفصيلي عن الحاله الصحيه الخاصه فيك، لكن نرحب ايضا بالفنان الكبير محمد العجيمي. وعيسى حياك الله بليالي الكويت. الله يحييكم ويبجيكم، انا سعيد صراحه بتواجدي معاكم واخوي حبيبي وعيسى ورفيق الدرب، الحمد لله على سلامته طبعا. الله يسلمك من كل شر، وسعيد بقاكم. حياكم الله. استاذ ابراهيم الحربي، يمكن احنا كنا نطمن عليك من بعيد لبعيد، احنا ومحبينك، وكنا نتواصل معك، واكيد لك جمهور كبير يحبك وحابين. اول شيء نقول لك شلون صحتك؟ طمنا عليك. لا ولله الحمد، يعني الحمد لله ازمه وعدت على خير، يعني كانت شويه مرحله صعبه، وللامانه يعني مريت شويه بفترات شويه متقلبه، لكن الحمد لله يعني انها عدت على خير يعني. الحمد لله. الحمد لله، وهذا يعني كله يرجع يعني فضل الدعوات يعني الاخوان اللي كانوا يسالون ويتابعوني، واللي يعني اسعدني كثير دعوات الامهات حقيقه. نعم. اللي سمعتها وعبر اتصالات بعض الاخوان وبعض الزملاء، يعني عسى الله يديم على كل ام ان شاء الله الصحه والعافيه. امين يا رب. يعني دعوات الناس هذه يعني هبه من سماء ربك العالمين، يسخر لك كل الناس هذه تشوفها تستاهل يدعون لك وهذه، عرفت شلون؟ يعني ابو يوسف اللهم لك الحمد. نعم اكيد الحمد لله على كل حال، لكن احنا كنا وايد نتكلم في التلفزيون حضراتكم يعني في مجالكم نسمع من الناس عن هذا الفيروس، ابي الحين واقع تجربتك، هل الاشياء اللي كنت تسمعها نفس الحاله الصحيه اللي مريت فيها، ولا شفت انه هو فعلا كان شيء قوي على الجسم لما يدخل على الانسان؟ شنو التفاصيل اللي صارت؟ والله شوف، يعني يمكن انا حتى انا سعيد بوجودي في هذا اللقاء، ويمكن من الاسباب وجودي في هذا اللقاء اني انا فعلا ودي اسلط الضوء على هالوباء او هالمرض هذا. يعني كنا يمكن نسمع انه وللاسف يعني حتى يمكن تحتك مع مجموعه كبيره من يعني سواء في التصوير او برا او الى اخره، ما ينظرون له بنظرة جدية، ينظرون له يعني يقول لك عادي وفلان. للأسف احنا دائما الإشاعات والكلام اللي يعني يتنقل من واحد لواحد، ترى فلان حاشا يعني ثلاثة أيام ما في شيء، لا لا مش هذا الأكبر غلط. يعني أنا لما مريت في التجربة وعشتها حسيت الموضوع مختلف تماما. يعني يمكن الأربعة أيام، أول أربعة أيام لما شعرت بالتعب مريت في نفس المرحلة، اشرب فيتامين سي وخذ مش عارف عسل وخذ 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 بسطينها الشغلات هذه البسيطة يعني. وللأسف لقيت العملية زادت عندي إلى درجة أني أنا شالوني بالأسعاف بالأخير. بسم الله عليك. الله يسلمك ويسلم كل يعني ويشافي كل مريض يا رب. ليش؟ حتى لما قال الدكتور ليش سكت؟ أربعة أيام أو خمسة أيام تقريبا وساكت. فكانت العملية للأسف بعدين لما دخلت المستشفى وجلست في المستشفى وشفت المعاناة وشفت التعب وشفت الأشياء اللي تصير حولي، أن فعلا هذا المرض لا يستهان فيه. نعم. ولا يعني يعني أنا أشكر كل الطاقم الطبي اللي قعدت وياه وسولفت وياه وحملوني رسالة للأمانة، وأتمنى أنهم يسمعوني. واليوم إن شاء الله أنا يعني أني أنقل هذه الرسالة، ان الارشادات الطبيه والصحيه لا تستهون فيها. التباعد مطلوب، وباء لما الحين مو عارفين شنو اسبابه وشنو الطريقه اللي يعني ممكن ننتقل فيها. كل يوم تشوفون اشياء يقول لك متحول. كنا في فتره فترات، يمكن تذكرون كنت وياكم قبل صحيح. فتره نعم. كان تذكرون ايضا حتى الفتره اول في البدايه قالوا انه شنو يصيب بس كبار السن. نعم. الان بدا بصغار السن. نعم. في ناس الان احنا نعرفهم الحين، وانا في كم واحد اعرفهم اعمارهم خمسه وسبعه واربعه سنه. صحيح. يعني شيء لحد الان متحور ومتجدد وغير مفهوم، عرفت شلون؟ نعم. فمعاناه كانت صعبه لي في المستشفى، وعانيت يعني يمكن معاناتي اكثر لما كنت اشوف بعض المرضى اللي دشوا ودوهم العنايه المركزه ودوهم مش عارف ايش، فكانت يعني مرحله صعبه. فالدكاتره كانوا يوصون يقول يا ليت يسمعون الكلام، يا ليت انكم تطعبون، يا ليت انكم تاخذون اللقاح، لانه ما في علاج ما في حل الا انك تاخذ اللقاح. حضرتك يوسف دخلت العنايه المركزه ولا لا؟ الحمد لله يعني الحمد لله. الحمد لله. طلعت يعني وايد اشاعات ووايد ناس تداولوا ويمكن صور واشياء وغيره، وللاسف يعني الموضوع وايد يضايق. او تناقلوا خبر اني كانت في فتره في يوم
صار عندي البوتاسيوم مرتفع وطاقته والامور هذه، عمل ربكه شويه فصارت اقاويل والامور هذه كلها، لكن الحمد لله عدت على خير. يعني المرحله كانت صعبه، اليوم هذا كان صعب لكن عدت على خير الحمد لله. والاشاعات طبعا قامت الناس تحب الاشاعات و... اكيد راح نتكلم عنها من منظور ايجابي، انهم يحبونك يبون يطمنون عليك، هم يحبونك علشان كذي يمكن يتداولون الكلام، بس في ناس تضخم الموضوع، بس يتداولون بطريقه صح. غلط صحيح يتداولون للاسف. اصبح السوشيال ميديا ماده يعني بدأوا الناس تستهين فيها، وفي ناس للأسف تدخل أمور شخصية وتدخل. يعني تذكرون في فترة من الفترات قبل أطلع كانوا يتكلمون، أول في فترات كنا نتكلم فيها الطابور الخامس، ما نتكلم عن الطابور الخامس، الآن هذا هو هذا الطابور الخامس بشكل آخر الآن للأسف. نقل الأخبار يعني يعني غير صحيحة أصبحت مضرة. نعم. يعني تضر البيت، تضر أسرتك، تضر ناس ثانيين، أمور كثيرة. صحيح. أتمنى يعني من الإخوان والخوات اللي يعني يعني ينشرون هالأخبار هذه إنهم تحرون الدقة، لأنك أنت لما تحط الخبر هذا بتضر ناس ثانية، بتضايق ناس ثانية، فليش؟ خاصة يعني فنان وأسرته، وإحنا نقول لك الحمد لله على السلامة والحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. بيننا بعيسى يعني موضوع الفيروس اليوم الوزارة قاعدة، وزارة الصحة تبذل كل جهودها من خلال التطعيم وحملة التطعيم الكبيرة، وحضرتك يعني من المواطنين والفنانين اللي ما قصروا وبادروا في التسجيل وأخذ اللقاح، خلينا نتكلم على تجربتك مع التطعيم. طبعا هذا واجب. أول شيء عشان أحمي نفسي وأحمي أسرتي والمجتمع كله. التطعيم يحقق اللي يسمونه المناعة الاجتماعية أو المجتمعية قصدي، بحيث أن أنت لما تمر ولا تقعد يم واحد أو واحد يقعد يمك، لا أنت تأذي ولا هو، يعني لا أنت تنقل له العدوى ولا هو ينقل لك العدوى، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي. أنا اللي حرني في الموضوع، هل اللي كل ساعة طالع لك واحد يفتي، كل واحد يعني يتكلم على كيفه، يبى طعمه. يعني احنا احسن من اليابانيين ولا احسن من الانجليزي؟ والله هذول الناس وين وصلوا للمريخ وطعموا قبلنا، احنا لا لا خل طعمت بعدين انا طعم. الحين وصل مليون الرقم اللي سجله، واليوم يقولون وصل مليون، وصلت ملايين. لا لا والحين ما شاء الله في تهافت بالكويت. صحيح. يعني فعلا انا حتى من ضمن اليوم كنت في المستشفى اسمع من اخواني الدكاتره يقولون انه في شيء يعني يرفع ضغطك، ان في ناس للاسف يعني مثقفين وعلى علم وعلى درايه، لا 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 تاخذون هذا اللقاح هذا في بلاوي، يفتون ها يفتون اي يفتي ويتكلم لا 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 هذا، وبعدين ايش دعوه طالع بسنه، ايش دعوه؟ انا متاكد ان هذا اللقاح فيه في شيء يقول لك يتبعونك، حتى لما يقول لك يتبعونك ما انت يعني سمعك يقول شنو توزيع ولا رئيس الدوله شنو اهميتك يعني مع احترامي الشديد ليك؟ فلا تفتي. احد الاشياء اللي سمعتها يعني اي ولا باكر يطلع لك شيء ولا ترى جيناتك تتغير، لا لا يقولون في ماده مثل تشب يصورونك من فوق يطلعون وينك في وين رايح وين هذا برادوانية ولا سوق السمك وكله شنو تلاقي شنو الحين خبير ولا الله العظيم. لا انا يعني انا في النهايه يعني قاعد اقول او ابي اقول انه ايش حقه لا يبى مطعم، انا عيالي كلهم طعمتهم ما شاء الله وزوجتي واهلي وها وسجلت حتى اللي صاروا عندي كلهم سجلتهم. وبالعكس حريص ودي يتصلون فيهم اليوم قبل لا اطير، عندي واحد بيسافر. انا ترى قبل التطعيم قبل اطيح بيومين يعني كان موعدك؟ بي موعدي ايه وكنت ناوي تروح الطعم ايه لا 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 طبعا واحث الناس واحث كل من يسمعني وعندي في البيت نص نص طعمه بس ابو يوسف عرفت شلون انتقل لك الفيروس؟ الله يسلمك عرفت شلون انتقل لك الفيروس؟ يعني اليوم ابي يعني تسمحوا لي على هالكلمه، في وايد ناس تتابعكم وتحبكم يقولون احنا يعني قاعدين بالبيت واحنا ملتزمين وكذي، انتم الفنانين قاعد تروحون لوكيشنات وتروحون مسلسلات وانتم قاعد تختلطون مع ناس فممكن تصابون بهذا الفيروس، ابي يعني بكل شفافيه شنو تردون عليه؟ انا اقول لك الكمام هذه اول واحده هذه اول واحده لا تسينون فيها صحيح بالضبط والله 24 ساعه مخباتي صحيح دخلت ان شاء الله لازق فيني ما تدري صح. ما هو مشكلته ان انت ما تدري شلون ينتقل لك، فهذه الكمامه ومعقم
معكم 24 ساعة عندي بال. عاد اليوم طلع خبر تو عبد الله زميلي عبد الله قال لي اليوم طلع خبر يقولون انه راح نلتزم بالكمام مكملين ل 2022. ان شاء الله مستمر السالفة مستمر ما تخلص. وبعدين على فكرة اخوي عبد الله الكلام اللي قلته وايد يعني مهم. نعم. يقول لك الفنانين ما الفنانين. طيب اوكي ماشي الفنانين يشتغلون مجموعة يشتغلون عمل. طيب والموظفين ما في احتكاك بينهم؟ روحتك الجمعية طالعتك اختلاطكم في البيوت يعني فالاختلاط موجود مو بس الفنانين يعني مو بس يعني الفنانين دائما الفنانين اللي عليكم بس انا اقول لك والله الاشاعات اللي تطلع بس يعني عرفت شلون بس انتم ملتزمين داخل كواليس التصوير احنا سمعنا من كثير من الفنانين ودنا نسمع منكم بعد ان قللتوا عدد العاملين بالضبط. يعني حتى المسلسل اذا بتصورونه قام يطول اكثر كثر اثر عليكم هذا الشيء كفنانين انا يعني كتبنا مسلسل انا وابو يوسف مسلسل مع بعض الحمد لله عملنا عمل بس مسولف عنه ان شاء الله ان شاء الله انا لابس كمام هو لابس كمام داود لابس كمام عبير والغالبيه يعني احنا يعني ومعنا احنا مجموعه وربح وبتعرفون منو قاعد تخلطون وغيره فانتم حريصين على نفسكم واسركم ما نحاول نتجمع كلنا في مكان مغلق يعني عرفت نفتح الدرايش والله برد حاشنا برد ساحتين ماشيين درايش يعني شو نسوي وملتزمين بالتباعد ملتزمين اثر على على سير العمل لا لا, لا بس هو صار يعني في مشكله واحده معانا موظفه من 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 دوامها ماخذه الفيروس ومو قايله وما تدري ما تدري هذه المشكله وحاشت مهندس الصوت وهم يعني ما تدري بس الحمد لله يعني كان احنا كان في بيننا تباعد وكان على اخر يوم هذا الموضوع او اليوم اللي قبل الاخير والحمد لله الصف كامل يعني ما تاثر بس الحمد لله متحمسين جدا حمستونا نشوف المسلسل المشترك بينكم ودام ما شاء الله عليكم انجزتوا في هالاوضاع الصعبه واوضاع كورونا ودنا ننتقل الحين مع المشاهدين وعندنا برومو عن المسلسل المشترك بينكم ان شاء الله راح نسولف عنا أكثر.